بمناسبة انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة للحجاج الجزائريين، أكد المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية حمزة بن حمودة أن الخطوط الجوية الجزائرية هذه السنة قامت ببرمجة 84 رحلة عبر 12 مطارا تتوجه لمطاري جدة والمدينة، وستضع خطا أخضرا لكل تساؤلات الحجاج. الزميل سيد أحمد هديب رصد التصريح. شرفنا بحضور حفل توديع أول فوج يذهب للبقاع المقدسة لأداء مناسك الحج. الخطوط الجوية الجزائرية هذه السنة قامت ببرمجة 84 رحلة عبر 12 مطار، 3 مطارات زيادة عن الموسم الماضي. هذه الرحلات تتوجه إلى مطاري جدة والمدينة. راح نجسدوا لهم رقم أخضر يقدروا يتصلوا به للخطوط الجوية الجزائرية من أجل أي معلومات يودوا ياخذوها عن الرحلات، عن ميعاد إقلاع، ميعاد الوصول إلى آخره. راح يكون رقم أخضر إن شاء الله في خدمة الحجاج وفي خدمة أهالي الحجاج. هذا وأضاف أيضا حمزة بن حمودة أن الخطوط الجوية الجزائرية هذه السنة ستنقل 20,000 حاج عبر 84 رحلة ب 250 مقعدا، وأول رحلة عودة ستكون لتاريخ 20 جوان من السنة الجارية. الخطوط الجوية الجزائرية هذه السنة ستنقل 20,303 حاج عبر 84 رحلة كما قلت، طائرات 250 مقعد كلها، طائرات خطوط جوية جزائرية وطائرات أخرى كان تم كراؤها من أجل هذه العملية. أول رحلة هي اليوم وراكم حاضرين معنا. أول رحلة عودة ستكون 20 جوان إن شاء الله. 20 جوان أول رحلة عودة 20 جوان إن شاء الله، وآخر رحلة عودة بإذن الله ستكون ما بين 10 إلى 14 جويلية، ما عنديش التاريخ بالضبط.